واقع الحريات الفردية بالمغرب بعد اقتراع 25 من نوفمبر. كيف ستتعاطى الحكومة المقبلة بقيادة العدالة والتنمية مع هذا النوع من القضايا؟ هل تخوفات الحداثيين تجاه نوايا الإسلاميين مبررة؟ وإلى أي مدى يمكن للإسلاميين والحداثيين التعايش فيما يخص كونية حقوق الإنسان؟ مواطن اليوم يأتيكم هذا المساء عند الأوقات التالية على قناتكم ميديان تيفي.